طيب، زي ما احنا عارفين ان دايما الفيديوهات ذات الطابع الانساني تحديدا بتاخد مساحه كبيره على السوشيال ميديا. ايه اللي حصل؟ في تفاعلات كتيره جدا حصلت على فيديو نشرته شرطه فلوريدا الامريكيه لسيده. السيده دي اغمى عليها وهي بتسوق عربيتها. الناس قدروا ان هم يتدخلوا في الوقت المناسب ويوقفوا العربيه وينقذوا السيده المريضه دي اللي كانت هتتعرض لحادثه كبيره لا قدر الله لو ما كانش حدث التدخل في الوقت المناسب. في مدينة بايتون بيتش بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت هناك واقعة غريبة جداً اترجمت لموقف بطولي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم. مش بس كده، وكالات الأنباء العالمية كمان اهتمت بيها بشكل كبير. قصة الواقعة بدأت بمجموعة من الأشخاص أنقذوا سيدة فقدت الوعي وهي سايقة العربية بتاعتها في شارع مزدحم، وظهر في الفيديو تحرك السيارة بشكل غريب بعد ما وقفت عند الإشارة الحمراء، وبعد ثواني العربية وصلت عند تقاطع زحمة، وفي وقت دخولها أثارت هلع الناس اللي ماشية في الشارع. من هنا الناس اللي كانت ماشية جنبها بالعربيات صرخوا واستغاثوا لإنقاذها، وعرفنا بعد كده إن صاحبة العربية تعرضت لنوبة مرضية أفقدتها الوعي فسابت عربيتها بتتحرك وسط التقاطع. في الوقت ده لاحظت امرأة أخرى الحالة المرضية فجريت ورا السيارة للتقاطع الخطير وبدأت تنادي على الناس علشان يساعدوها على إيقاف السيارة، وفعلاً جري مجموعة من الشباب ونجحوا إنهم يوقفوها، وبعدها كسروا شباك العربية وخرجوا السيدة منها وهي لسه في حالة فقدان وعي. الشرطة الأمريكية شافت إن الحادثة دي كشفت عن مجموعة من الأشخاص قاموا بدور بطولي وإنساني، علشان كده قرروا يشاركوا الفيديو على أمل تكريمهم بعد الدور الاستثنائي والقوي في إنقاذ سيدة مريضة كانت هتتعرض لكارثة لولا تدخلهم في الوقت المناسب.